ما حكم تخصيص ليلة 27 من رمضان لختم القرآن وجمع المال للمقرئ؟ إيش جمع المال للمقرئ الذي يصلي بكم؟ المصلي يصلي لوجه الله، ما يصلي من أجل المال. ختم القرآن إذا انتهوا من ختمه قراءته كاملا، هل هناك دعاء مخصوص كما يفعل في بعض المساجد في آخر الشهر؟ الذي جاء عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا بهم، هذا فعله في البيت ما فعله في المسجد. نحن عندنا في مسجدنا نختم القرآن بغير دعاء في المسجد، الدعاء والحمد لله قد صار في كل ليلة في قنوت الوتر وبالله التوفيق، لكن إذا كنت في مسجد يفعلون هذا إن شاء الله لا بأس أن تؤمن على الدعاء.